زياد خلينا نحكيو فنيا اليوم نجم رياضي ساحي اقنع والا لا حسب رايك وخاصه النتيجه نتصور اقنع نحن نلعبوا مع منافس موش منافس هو المتصدر الترتيب شفنا ميتون لول يعني نص ساعه الاولى لين جاتنا زوز وثلاثه فرص ما مركيناش وقتك جينا التون فور ماتش دوزيام ميتون ولا ايكيليبر اكثر وما صلحوا الوقفه نتاعهم بالنسبه لنا احنا نقطه ايجابيه للترجي ونحن سلبيه بالنسبه لنا خاطر كنا نجم نفوز المردود نتاعنا كان خير من مردود الترجي زيد كي نقولوا يمكن الجمهور اليوم اثر نوعا ما على اللاعبين ولا يتبعوا في الاربيتر اكثر من اللي مركزين في الكره نو سي با فري الجمهور الملاعب يتبع الجمهور الجمهور يمشي هبت الملاعب كونسنتري تكون بروفيسيونيل اللي على روحك تلعب على الكره نصور كما قلت لك الحاجه اللي نقولها لك اللي ضيعنا المقابله مش اوت الاول يقولوا مروان تاج ما كانش اكسيتي يمكن بالجمهور اكثر من الماتش احسن لاعب فوق الميدان مروان تاج لاعب هذاك سونتونسي سي ان تومبيرامون وحاجه بوزيتيف معناها نعرفوه عنده روح كبيره وعنده قلايب وهذاك هو مروان اون فا با لو شونجي بالعكس يعني ساعدني كيف يلعب كيك اليوم يمكن ترجي رياضي تونسي يلعب على ان بوان مش 3 بوان لعب على ان بوان وروح بها اليوم مره هذه تعديت ما كان ماركينا في الميتون لول كان نجم ولي ماتش اخر كيقولوا سليم جديدي عدى ماتش بيه عمل ماتش بيه بصراحة